البروتوكولات من الصغر اخويا واحد الفيلم اذا كان صور الاقبال لهذا العام على العام اللي فات. هذا العام شويه ناقص، احتمالات الناس تشري بكري صح تسبق ما ولا تتخاف من هذه الحاله تاع الحمى تاع الاخر تاع السلعه ما كانش تاع هذه، مالك الاقبال تاعها يكون هكذا في هذا العام. هذا العام بالك السلعه راه اكثر من السنين اللي فاتت. هذا العام كاين بالك هكذا جماعه بزاف اللي غادي تقعد لها سلعه، اغلبيه تخرج من لاشين. اخويا احنا عندنا التجاره صعبت وما بقاتش كيما كانت بكري، وغير الهواري راه يبيع هنا في السوق، احنا نتفرجوا السلعه شويه زايده شويه السومه غادي الثمن تبارابول العام اللي فات الثمن زايد شويه. شنو غادي نقول لك؟ لا ما انسان اللي عنده دراري بزاف ما يستطيعش يعيد لولده مليون الغريان واحد باش تعيد له زعما ماليش انا. لا السنه رخيصه العام اللي فات السنه الحمد لله، بصح في هذا السوق نعاونوا الناس الحمد لله، في هذا اللي يبغى يجي مرحبا به. شنو نقول لك خويا؟ اللي عنده يشري الغالي واللي ما عندهش يشري على حسابه. سي شير اي بيان سور سي شير بارابور العام اللي فات سي شير. يقدر تباسي واحد 500000 هكا 500000 واحد حتى 400000 480 نقول لك. ديجا انا ولدي الصغير قامت له 500000 مازال انا ما لقيناش حاجه شابه اللي تجي على قلوب السومه. راك عارف يزلقونا في العيد جاني غالي. واه خويا ارتفاع الاسعار ماشي احنا اللي درناه، احنا نتبعوا السوق راه يطلع ويهودك فاهم. احنا نتبعوا الكور تاع الصرف الحق 16 و10 اخويا اروح انت خدمها. هذه اللي باش نعرفوا غلاء الاسعار. هذه احنا كي نروحوا نشرو ما غاديش نشرو بالدينار، نشرو بالاورو خويا، والاورو راك تعرف وين راه الحق 16 و10. ما نصنعوا والو هنايا، حنا كل شيء راه مستورد من الخارج. مع العمله الصعبه راهي طلعت اوتوماتيكمون السلعه تطلع. ما كانش منتوج محلي، علاه ما كانش منتوج محلي؟ ما كانش الخدام، كل شيء مستورد، ما كانش كاع انتاج محلي.